بنات، معكم أسماء من قناة Everything with أسماء. اليوم كما راكم تشوفوا راهي فيديو عبارة عن بعض النصائح بالنسبة للمرة اللي فاتت. قلت لكم باللي بعد ما درت لكم كيفاش تختاروا كيفاش نقولوا الاي شادو تاعكم وتختاروا الفاغ بيغ تاعكم، اليوم حنحكيو كما قلت لكم على كيفاش تختاري لا كولور تاع لي شوفو تاعك. ونظرا ايضا لالحاح صديقتي وحبيبتي صابرينا، مسكينه عندها مده وهي تقول لي اسماء وكتش ديري لنا هذيك لا فيديو اللي قلتي لنا عليها، مي انا تعرفوا رمضان وما كنت نحط الوصفات تو ما كانش يكفيني الوقت، ولكن هاني وعدتها باللي ندير لها قبل العيد هاد لا فيديو. وايضا سبيسيالمون ليكم نتوما البنات، باسكو على بالي بلي البنات كامل راح يصبغوا قبل العيد، باسكو توت هاد لو موا هذا على بالي وحده ما راهي متلهيه بنفسها جون سوي سيغ سيغتان. دونك على بالي بلي قبل العيد كامل نتهلاو في روحنا. الوغ اليوم راح نعطيكم واحد النصائح كيفاش تختاروا لا كولور تاعكم، كيفاش يعني كيفاش باسكو كاين بنات بزاف تقول لك انا حبيت ندير اون كولور وما خرجتش على وجهي، ولا تروحي عند لاكوافيس تقولي لها ديري لي تال كولور ومن بعد هي تخرجها لك مليحه. سي تو تافي نورمال، على خاطرش لازم كي تتبعي بعض الامور لازم كي تعرفيها، اللي هي اول حاجه انه نعرفوا لا ريغل دي تخوا. واش معناها لا ريغل؟ انت لازم تتبعي لا كولور تاع لابو تاعك، لا كولور تاع لي زيو، ولا كولور دو شوفو. معناتها اللون تاع لازم تحترمي لون البشره تاعك، لون العينين، ولون الشعر، يعني لا باز ولا لا غاسين ولا الشعر الاصلي تاعك واش كان. بون من بين هاد ثلاثه كامل لا كولور تاع لابو، معناتها لا كولور تاع لابو تاع الجلد، يعني لا كولور تاع الجسم تاعك او البشره عفوا، هي لازم هي اللي دوميني كل شيء. واش معناتها؟ انه البشره تاعك هي اللي راح تمشي كل شيء، حتى لو مثلا عينك خضر وبشرتك سمراء تتماشي مع لا كولور تاعك تاع البشره تاعك احسن من عينيك. بون عندي واحد لاستوس باش تقولوا لي كيفاش راح نعرف انا لابو تاعي، كيفاش نعرفها. حنا حكينا المره اللي فاتت على لو سيركل كرونوماتيك، بلك كاين كروماتيك عفوا هدروني، يعني عجله الالوان. كاين بنات بلك اول مره يشاهدوا الفيديو هذه، روحوا الفيديو تاع كيفاش تختاري الاي شادو ولا الفاغ بوبيغ تاعك كيفاش تختاريه، راح تعرفوا واش نحكي على هاد لو سيركل. كيما قلت لكم هاد لو سيركل او عجله الالوان هذه راهي تتماشى مع كل شيء، مع انك تختاري حتى اللون اللي لبستك، حتى لون الديكور تاع دارك، حتى اي لون تحبي تختاري لازم تشوفي هاد لو سيركل تمشي عليه. دونك بعد نعطيكم بعض النصائح كيفاش تعرفوا، او واحد لاستيس هكذايا باش تعرفوا لون البشره تاعكم، نوع لون البشره تاعكم. الوغ انا هادي شفتها دون اون ايميسيون عندي بزاف وتابعتها والحمد لله. دونك اللي هي باش تعرفي لا كولور تاع لابو تاعك، تروحي تشوفي العروق تاعك اللي هنايا وتقولوا لي بالك حاجه بيزار مي فريمون والله تصلح. دونك فوالا، ها هي. اذا كان عروق خضراء معناتها انك عندك بشره دافئه، معناتها بشره تاعك راكي سمراء خمريه. واذا كان عروق زرقاء معناتها عندك بشره بارده، معناتها يعني بشره بارده واش معناها؟ بيضاء. حكينا مرة اللي فاتت على الالوان الدافئه والالوان يعني الحاره والبارده حكينا عليهم. ف اذا كانت عروق مختلطه كيما انا باغيزومبل مايله الخضوره والزروقه، هذه بشره متوسطه لا بوماد كيما انا عندي اون بوماد. نعاود لكم باش تفهموني، اذا كانت عروق خضراء معناتها انه البشره تاعك راهي سمراء، يعني الدافئه من الالوان الدافئه، يعني الالوان الدافئه كامل تتوالم مع هاد البشره. واذا كانت العروق زرقاء معناتها هي بشره بارده، اللي هي الناس لي بلوند البشره عندهم بيضاء. واذا كانت عروق متوسطه يعني مختلطه بين مايله للخضر والازرق معناتها هي اون بوماد، ولا يعني بشره تكون متوسطه. بون هذه هي. نروحوا للبشره البيضاء، يعني وش الالوان اللي تتناسب للشعر بالنسبه للبشره البيضاء.
الناس اللي عندها البشره البيضاء توالمها نحاول نحكي بالعربيه باش يفهموني كامل الناس. الاشقر الغامق او المتوسط، الاحمر الدافئ يكون احمر ماهوش احمر احمر قوي، البني الفاتح، والبورغوني ولا البورغانتي، ويجي شغل مايل الحموره جونغ. راح يعني نحطهم لكم في الصور. والاكاجو، الاكاجو يعني اللي معروف كامل الماهونجي، الماهوجني عفوا، هادو لي كولور كامل راهم يتوالموا مع البشره البيضاء. بون لازم كي يعني الناس اللي عندهم بشره بيضاء لازم يفيتيو واحد لي كولور اللي ما تخرجش عليهم، يعني فورسيمون ما تخرجش عليهم مليح. بون كيما لو نوار الاسود، كيما لو مارون فونسي البني الغامق، كيما النحاسي، كاين الناس تحب هذاك النحاسي كيما كي نقولوا حنايا الروجي وكاين الذهبي الفاتح والاشقر الفاتح، هادو لازم تيفيتيهم، يعني تبتعدي عن لي كولور هذه بالنسبه للبشره البيضاء. بون نعاود لك بالك باش يسمعوني مليح مولات البشره البيضاء، انك تيفيتي الاسود والبني القاتم والنحاسي والذهبي والاشقر الفاتح. بالنسبه لاصحاب البشره السمراء، بون الالوان اللي تناسب للبشره تاعهم، احنا جينا كيما قلنا المريفات السمرات ديما عندهم الحظ، عندهم لي زيو ماغو، عندهم الحظ انهم بريسك لي كولور كامل يقدروا يستعملوهم، مي مش كامل كامل كامل. بون تقدر دير الاسود، تقدر دير البني، طول لي جونغ تاع البني، يعني كل اي لون بني راهي تقدر تستعمله. الاحمر الدافئ تقدر ديرو، البورغانتي كيما هضرنا قبيل، الاشقر الذهبي والاشقر اللي يجي عسلي والاشقر الذهبي الغامق. بون هذه تقدر ديرهم. تقولوا لي انا حابه ندير باغ اكزومبل لي شوفو تاعي يكونوا مارون، حابه ندير لهم دي غوفلي هكذايا، تقدري ديري لي غوفلي يكونوا فيهم يعني غسلات الشعر اللي يديروهم دي غوفلي هكذا جونغ مش ديماش. تقدري تستعملي الاشقر الذهبي وتقدري تستعملي البني الفاتح والاحمر والنحاسي، معناتها هادو تقدري انت كي تروحي عند الحفافه تقولي لها ديري لي دي غوفلي تا 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 تا، فوالا هادو يخرجوا على اصحاب البشره السمراء. لازم كي تيفيتي الاشقر الفاتح. الناس اللي عندها بشره سمراء، بزاف نعرف بنات هي سمراء ولا حمريه وتقول لك انا حابه ندير الاشقر الفاتح، حابه تولي اون بلوند، با فريمون ننصحك ما تجنبي هاد لا كولور، باسكو تو تاغ ما محديريها بالك تبان لك باهيه، مي مش راح تخرج على شعرك، وسورتو اذا كانت لاباس تاع شعرك تكون فونسي، فا ايفيتي هاد لا كولور، يعني فرانشمون ايفيتيها. بون بالنسبه للناس اللي عندهم بشره متوسطه، يعني ما هي سمراء بزاف وما هي بيضه بزاف، بون عندها تقدر تستعمل الكستنائي، هذاك لو شاتان فرونسي شاتان، تقدر تستعمل اكاجو، وتقدر تستعمل البني المتوسط والبني الغامق، يعني البني المتوسط الغامق، ولا البني اللي يكون جونغ شوكولا، تقدر هادو الناس اللي عندهم بشره متوسطه. فرانشمون الناس اللي عندهم بشره هكذا مي مانيبيليوش بزاف الالوان، هادو هما الالوان اللي يكونوا محصورين بيناتهم، ايفيتيو باش باسكو لا كولور تاع لا بوما تكوشي راهي هادوما جينيرالمون لي كولور. انا جينيرالمون نجرب بزاف لي كولور مي اللي تخرج عليا اكاجو والكستنائي. فوالا بو لي غوفلي، اذا حبيتي ديري دي غوفلي هكذا فوق هذاك الكستنائي ولا لاكاجو، تقدري ديرهم نحاسي وتقدري ديرهم احمر، يجيوكو هايلين بزاف. ايفيتي لا كولور اللي تكون هذاك الاسود اللي يكون مايل للحموره، ايفيتي ما ديريش انه مش حيخرج عليك. والاشقر الذهبي هادوما لازم كي تيفيتيهم، كيما انا ما نقدرش ندير اشقر ذهبي، بارفو كي ندير لي ماش تاعي سورتو كان ما صلحوهمليش في البلاد، فرانشمون جي بيزار، انا يصلحوا عليا دي بيتي غوفلي هكذا، مي باش ندير لي ماش ما با فورسيمون، انا فرانشمون هاد المره قلت ما نزيدش ندير بزاف لي ماش كرهتهم، فنحب ندير دي كليبس هكذا. ولا انا درك كي هبط البلاد درت عند وحده لي ماش مي عجبوني، مره دارهم لي مره اللي فاتت نفس الكوافوز، من مره هذه ما عجبتنيش خلاص ما داتهم ليش ملاح،
دونك حنيفيتيهم. انا بكري كنت نستعمل بزاف الاكاجو، كانوا يهبلوا عليا. انا في البلاد راح نقول لكم عليا حاجه، الناس اللي في الجزائر يعرفوا واش راح نحكي. احنا في الجزائر عندنا لوغيات، انا كنت نجرب نوع صبغات بزاف ما كانوش يخرجوا عليا قد ما لوغيات. لوغيات تخرج لك لا كولور مليحه، مي تقعد لك 15 جور با بلوس، هذيك لا كولور تبدا تهبط. يعني لوغيات تخرج لك لا كولور توب. اون بلوس انا كنت نستعمل بزاف الاكاجو، جور 16 15 انا كنت ديما نستعمل هاد لي كولور. من 14 15 16 ما نخرج، يجيني واحد لا كولور تهبل، اكاجو فيولي اكاجو، هادو كامل كانوا يخرجوا عليا. فاحنا في البلاد عندنا هذه اللوغيات راه هي روعه، مي 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 كيما قلت 15 جور اون بلوس ماهيش مليحه لل كنقولوا حنا لشعرنا، يعني تهلك بزاف الشعر وتمرض جلدة الشعر باسكو راهي فيها مواد مش مليحه بزاف. بالنسبه باش تعرفي ايضا الالوان الملائمه اللي تكون للعينيك، كنا البشره يعني كما قلت البشره هي اللي تتمشي كل شيء، ولكن نقدروا نهضروا على العينين شويه. بون بالنسبه للناس اللي عندهم عيون خضراء وبنيه وعسليه، هادو كامل تخرج عليهم الالوان تكون مثلا الاحمر الدافئ، مثلا النحاسي، مثلا الكستنائي، الذهبي، الرمادي، بوركوا با البرونز، تجي روعه. الناس اللي عندهم يعني عينيهم زرق ولا رماديه، ميل الرماديه هي عندها لا بلوبار لازم تمشي مع الالوان البارده كيما الذهبي والرمادي، هادو يخرجوا عليهم بوكو بلوس. بون عفوا راح نحكيو شويه على لي كولوراسيون. انا استعملت، كنت هضرت مسبقا، استعملت بزاف دي كولوراسيون دي مارك تاع لي كولوراسيون ملي جيت فرنسا. بون كنت قبل نستعمل غارنيي في الجزائر، غارنيي فرانشمون فيها بزاف تختلف. غارنيي فيها كيما قلت انواع من غارنيي، كنت نستعمل غارنيي ناتشورال جو كخوا. جيت هنا استعملت صبغات شعر باش نطيح في الصبغه اكزاكت، فعانيت في الاول صدقوني كيما اي وحده. parmi les couleurs اللي استعملتهم، استعملت اوجين كولور سافا ديرك لا كولور مي مش حاجه يعني كبيره. درت بيرفكت موس اللي ما ننصحكمش بها خلاص، تاع دوشي لوريال ماهيش مليحه خلاص. سوايوس جربتها سافا مي شويه كيما اوجين كولور، ما يعني ما كنتش يعني حاجه يعني ما كانتش تصلح لي لا كولور اللي نحبها. بريونس من شوارسكوف، بريونس فريمون فرانشمون زيرو انا عندي ما نعرف بالك كل وحده شعرها، انا ما عجبتنيش خلاص خلاص خلاص. كاستينغ لوريال سافا شويه ما نعرف. اكسيلونس تاني جربتها سافا صلحت لي يعني كالكو كولور ما نعرف. عندي بروديجي اللي ما نحبهاش خلاص دو شي لوريال، هذيك ما تصلح ليش خلاص، جربتها غاليه و اون بليس دو سا فوق هذا الشيء كامل نو سولمون كيما قلت غاليه وزيد فوق هذا الشيء ما تخرجلكش لا كولور. انا ديما نسيها ما على باليش علاه تخرج ليش لا كولور، تخلي لي لا غاسين كيما راها ما على باليش كيما انا كنت كيفانا ولا لا جو سي با. عندك غارنيي نوتريس انا كنت نستعملها بزاف في الجزائر مليحه تاني سافا ما عليهاش. مي زوج لي وهذه تانيك كاين زوج صبغات او كولوراسيون اللي عجبوني اللي هي اوليا من غارنيي بزاف مليحه وبزاف راني كل ما نديرها كتخرج لي يعني ننصحكم بها بزاف. وعندكم اينوا، اينوا هذه خرجت جديده من لوريال راح نحط لكم اللي فوتو تاعهم كامل. هذه اينوا انا نصحتني بها اون كوافوز، قالت لي الا حبيتي يعني وحده تخرج لك اون بريونس لشعرك وت يعني نوتري لك يعني شعرك تغديه لك تو استعملي اينوا. اينوا يعني الناس اللي ما تعرفهاش تجربها وتقولوا لي انها رائعه بزاف. ايضا جربت هذه لوريال بريفيرونس باردون. انا هذه اللي قعدت عندي باسكو شريت المره اللي فاتت بالك نعتها لكم في المشترياتي، شريت 2 1 1 درت وحده وبقات لي هذه لا دوزيام. دونك جربتها مليحه اللي عجبتني فيها انها داروا لها هذه الحاجه جديده حنعتها لكم. هاي لا كولور اللي اخترتها نيمو 7 فلوريت بلون دوري.
بون هي اللي فيها حاجه اللي هو جو كوا هذا الاخير هذا عفوا في هذا لو كولور اكستاندر. هذا لو كولور اكستاندر سي ان سوين برولوغاتور دو كولور. هذا ديريه ما ديريش ابري ما ديري لا كولوراسيون في هذاك اليوم, هذا ديريه في لا 3 اي لا 6 سيمين ابري فوتر كولوراسيون. معناتها هذا يحافظ لك على لا كولور تاع هذيك لا كولوراسيون اللي درتيها. بون هذه الحاجه اللي عجبتني فيها تو بون. هذا كيما قلت انا جربته عجبتني. فرانشمون هاهي واش فيها واش تكون موجود فيها كوم تو لي كولوراسيون, مي هو زايد فقط بهديه بون بلوتو بهذا فوالا. ديما قبل ما تجي ديري الكولوراسيون تاعك ديما لازم تقراي الجورنو لا لا نوتيس اللي كاينه هنا, لازم تتابعيها تري تري بيان باش تعرفي كيفاش تصبغي شعرك. انا ديما نتابعها. عندي بعض النصائح حبيت نقولها لكم. الوغ عفوا قبل ما تصبغي شعرك ديري اون سيمين تستعملي البلسم باش كابش نعرفو نهضروا بالعربيه احسن. البلسم بون هكذا باش تغدي شعرك قبل ما تصبغيه, باسكو بارفوا كاين صبغات ما يولموش الشعر فيهلكوه ويابيميوه يعني فزدوه. قلنا ديريهم لمده اسبوع كامل. جربي غسله هكا صغيره من الديبي تاع شعرك هذا, جربي هكا شويه من لا كولور بالك تخرج عليك بالك ما تخرجش على لابو تاع لابو تاعك. لازم كي ديما المده اللي يقولوا لك عليها المحدده في ديما ما ديباسيش 30 مينوت. اذا ديباسيتي راح تتبدل لا كولور فرانشمون كامل. فنصيحة جامي تديباسي لا كولور 30 مينوت. اذا ديباسيتيها راح اول نفس شعرك وثاني راح تبدل لا كولور اللي انت حابتها واللي شريتيها. بون كي تجي تصبغي باغ اكزومبل او ديبي انا ديما نتبعها هذه, ديما ديري اون كريم ايدغاتونت ولا حتى فازلين تستعمليها على هكذا الجبهه تاعك كامله وباش باش خطرك شفنا بافوا كي نصبغوا خي تبقى هكا مطليه وجبهتك وراودنيك هادو كامل ورقبتك وكلشي ديريه بالايدغاتونت. صدقيني مش راح تلصق فيك هذيك الصبغه. بارفو يقولوا لك كاين دي كيما هكا دي كولوراسيون يقولوا لك لازم تبلي شعرك ابري دونك تقدري ديريه. هو دو بريفيرونس يكون مش مغسول شعرك ويكون جاف. كاين دي كولوراسيون يقولوا لك دي مارك كيما لوريال تقول لك بليه شويه ومن بعد اصبغيه. دونك نورمالمون انا جينيرالمون كي تعود لوريال نستعمل كيما يقولوا لي في لا نوتيس تاعهم. وكاين دي كولوراسيون نستعمل على لي شوف نورمال لي شوف سيك. دونك هذه هي ديما لازم تستعملي لي غون بيان سور. كيما قلت هذه جربتها صافا مليحه. من ننصحكم انا بزاف بإينوا وكيما قلت نخليهم لكم في لي فوتو. واوليا اوليا انا بزاف نحبها. هي صح فيها شويه انكونفينيون انها فيها ريحه قويه وتحرق شويه مي سافا. بالنسبه للناس باغ اكزومبل اللي قادره اول مره حيستعملوا لا كولوراسيون نصيحه انهم يديروا شويه من هاد هذا كيما نقولوا حنا لوكسيدون نو مش لوكسيدون لا كولور يعني الجل تاع الكولوراسيون هذاك ديري شويه في صبعك وتحطيه ورا ودنك. اذا حرقتك ودارت لك هكا يعني طفح جلدي كلشي ايفيتي الصبغه تاعك. اذا ما دارت لك والو لازم كي تخليها على الاقل 24 ساعه باش تعرفي اذا يعني توالمك ولا لا. دونك فوالا هذه هي نظن يعني هادو هما النصائح اللي حبيت نقدمهم لكم. ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم بهاد النصائح وان شاء الله نتوما ثاني تعطوني رايكم. بالك نتوما ثاني عندكم راي اخر وعندكم صبغه اخرى نتوما جربتوها وعجبتكم ونتبادلوا هكذا الاراء ما فيها والو. هذه هي بوغ هذه هي الاخرات يعني هذا هو الفيديو تاعنا. وان شاء الله يا ربي صبرينا نكون فدتك. وقولي لي في الكومونتير اذا ما فهمتيش حاجه ما كيحتمش كل بكل يعني راكم نتوما كامل. اذا ما فهمتوش اي حاجه ما تنساوش نيزيتي با تحطوا لي في الكومونتير وانا بابي ان شاء الله نجاوبكم. بالسلامه البنات وموت عليكم.